يؤسفني أن أزف لكم هذا الخبر المؤسف. قد تلقينا الأمس على الساعة 2:30، لقد جاء شخص دق في الباب، كما يقولوا بالعامية دق ضرب الباب بالبزاف، مرحوم الله يرحمه، افتح عليه الباب وضربها 4 ضربات في الصدر، وربي يرحمه وربي يغفر له ان شاء الله، وربي ان شاء الله يكون من اهل الجنه، وان شاء الله نتمنى كل واحد جزائري يدعي له ان شاء الله وربي يحفظه وما تبر غدره وما تراجع. هذه يضربه غدره وراح راح، وربي يكون حسبي الله ونعم الوكيل، هذه اللي نقولها، وربي يرحمه ان شاء الله، وان شاء الله يكون من اهل الجنه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجعه لنا في ولايه غليزان كما يقول لك تعازينا لعائله ابو مسلم بالاحمر، ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. وكما يقول لك كان 48 ولايه تجي لنا الداوي عندها ان شاء الله، وخاصه ولايه غليزان نترحم عليه ان شاء الله وتعازينا لعائلته وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كارثه في هذه الولايه تاع غليزان، هذه كارثه. راح لنا زعيم، راح لنا اللي داوي الفقراء والمساكين. خونا بالاحمر الله يرحمه والله يوسع عليه، صدمه تلاقينا بها في هذه ولايه غليزان هذه. اش نقولوا، وكيلهم الله هاد الناس اللي داروا هاد الجريمه هذه، الله يجعل رب العالمين يخلص فيهم. هذا خونا كل شيء خونا فيه، يداوي الفقراء المساكين، ما يحوش لا تاع دراهم، ما يحوش والو. اللي يجي يرقي له ويقول له في سبيل الله. احنا شنو نقولوا، الله يجعل داره واولاده، الله يجعل عظم الله واجرهم، وربي وكيلهم، وان شاء الله نطلبوا من هذه الدوله الى يوقف على حق، ان شاء الله تقضبهم في اقرب. والله تفاجئنا بهذا الخبر، ومش غير احنا برك، يعني جوارينه ولا يعني فاميلته ولا هذه الجزائر كاملة، يعني تقريبا العالم العربي والإسلامي تفاجأ يعني بهذه المصيبة. هذه المصيبة والله مصيبة. والإنسان والشيخ بالأحمر قال نقعد هنا، قال نقعد في بلادي، وجاته عروض، والله عروض يعني في جميع الدول العربية والغير العربية، وقال لهم لا نقعد هنا في غليزان. عيطوا له حتى في العاصمة، قال لهم لا نقعد هنا في غليزان. وها هنا مات يعني، وعيطوا له حتى في قطر، حتى في الامارات، ولكن هو فضل باش يقعد في بلاده وفي مسقط راسه. والمهم هذا الخبر يعني والله مصيبه كبيره. الجاني لا زال فارا، وصير الله اعلم راه ان شاء الله قريب، ان شاء الله نجيبوه ان شاء الله، ونعرفوا شكون اللي بعثوا.